بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نكمل مع بعض الورق اللي نزله كتاب مرسي حسب التعديل الأخير لامتحان الترم الأول الصف الأول الثانوي. نبدأ على طول نحل الامتحانات اللي فيه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من صفحة 22 بدأ لي بالامتحان رقم 2، بيقول لك لا فامي دي مسيو لدو، أسرة السيد لدو. لا فامي أسرة السيد لدو أبيت تسكن في اليوم. فواسيها هي ماريا، عندها 13 سنة، هي تكون أو كوليج في المدرسة الثانوية في المدرسة الإعدادية. هي تعشق لو سينما، السينما والصور ولا نطيق الطبيعة، لكن هي تكره الرياضة. سا جراند سي أختها الكبيرة ماريون تحب الرسم، هي عندها جيتار، هي لا تحب الرياضيات. سوم بتي فرير أخوها الصغير توماس أدور يعشق الرياضة، هو يلعب فوتبول كرة قدم في النادي وفي المدرسة مع زملائه. لامير الأم تحت ماريا تفضل التلفزيون، أما الأب عنده كثير من الأصدقاء الفرنسيين والإنجليز والمصريين على الإنترنت. ماريون لا تحب الرياضيات، هي لا تحب الرياضيات. ماريون ماريا ده ماريا البنت الأولى، ماريا لا تحب إطلاقا. تعال نشوف ماريا، هي قالت هي تكره الرياضة. لزبو ماريا أو ماريون وماريا يكونوا أختين. لا فامي في أسرة لدو يوجد 5 أشخاص. مسيو لدو يكون سوسيابل اجتماع. مارتين عاملة حوار مع بيير، بتقول لها سلو بيير، أهلا يا بيير، جيتين فيت أدعوك إلى قضاء السهرة شينو عندنا. بيير قال لها سي بور إن فيت، إنه لحفلة. قالت له نعم، إنه لعيد ميلاد ميسير اختيني سارة وجوليا التوأمتين. متى الحفلة؟ قالت له يوم 15 يوليو الساعة 20 للساعة 8. سارة تحب الأساور، ده بيير اللي بيسأل. قالت له نعم، وجوليا تحب الباكتات مثل منفرير مثل أخي دانيال. عيد ميلاد سعيد. أسرة تحتفل بعيد، أسرة تحتفل بعيد ميلاد سارة وجوليا. قبل سارة أخت سارة وجوليا يكونوا، سارة وجوليا يكونوا أختي. الحفلة تبدأ لسواق في المساء. جوليا تحب كثيرا لماكيت الماكيتات. تيتي برزنتين تقدم نفسك إلى مدرسك. ماذا أنت تقول؟ حتقول مو أنا إنه بيير وسي ايه وجي اه سيزان عنده 16 سنة. ينفع تقدم نفسك بالاسم والعمر. تي دمان تطلب من زميلك لو نمبر عدد الشهور بتاعت السنة. ماذا انت تقول؟ هقول له كل له نمبر انت اللي بتسأل. هتقول له ما عدد شهور السنة؟ ادي 1. امشي مع الجمل، يوجد كم من الشهور في السنة؟ ادي 2. تدمان أن تطلب من زميلك سون آج عمره. ماذا هو يقول؟ هيقول جي آه سيزا أنا عندي 16 سنة وعمري إنه 17 سنة. تونا مي زميلك تدمان يطلب منك وصف حجرتك. ماذا أنت تقول؟ هقول الأولى إنها مرتبة وإلي جرد إنها كبيرة. مدام جي فو الجو وراها فو، اشتغل مع الجو، مانيش دعوة بالفو. الجو بتاخد نهاية او، يبقى جو فو بغزنتي وقدم لحضرتك. سيني ايه بعد فيرب اتر لا يتأثر بالنفي، المعلمة مؤنث اخد لا. يكون تون ادرس العنوان، العنوان مؤنث اخد كل الاخرانيين.
نظامية دي لي وأصدقاء لي يكون متكلم عن الأصدقاء اتولدوا يبقى خد نية تالت. لا في البنت اسمها منى، البنت بتصوت ضمير قال لي باخد صابيل الأولانية. نظافون احنا عندنا ماكت نماذج جمع مؤنث اخد الأخرانية. لأج عمر أصدقائي يكون 16 سنة، بتكلم عن العمر، العمر 16 سنة اخد ايه. كلاجاتي ما عمرك، ما تكون مميزاتك، ماذا تكره في المدرسة؟ هقول له جي انا عندي 16 سنة، جي سوي انا اكون سوسيابل، جي دي تيست انا اكره لا انجلي الانجليزي. صف شخصية جارك في الحي، احنا خدناها قبل كده بس نكتبها تاني. هقول له جي انا عندي ام فازين جار او كارتير او دو كارتير في الحي. هو صبيل اسمه علي، هو يكون بافار صرصار عشان هو طالبها. هو يأكل مونج بكو مي، لكن هو يكون سوسيابل. الامتحان الثالث، جاك بيقول صباح الخير يا ما فوازين جارتي، انت اتولدت متى؟ قلت له اول يوم في السنة، يعني في يناير، في 1/1/2003، وعندي 15 سنة. وانت؟ لا انا ايضا انا عندي 15 سنة، لكن انا اتولدت 22 سبتمبر. كسكتي ايه مولوسي، ماذا تحب في المدرسة؟ قال لها جادور لو فرنسي، اعشق الفرنساوي لكن اكره الرياضيات. وانتي؟ قلت له انا اعشق الرسم. اس سواغ، الى اللقاء في المساء او كافيه في القهوة. نسمع الحوار بين اليس وجاك. جاك ده ولد يبعد وبنت. اليس اني اتولد، ادور على اليس اتولدت في شهر يناير. جاك يحب كثيرا، أدور على جاك يحب الفرنساوي لو فرنسي. جاك وأليس يكونوا بونجور ما فوازين جران، يبدو فوازين جران. طلع شام برضو أليكس في حجرة أليكس. اللي يوجد مكتب، على المكتب يوجد أوردناتير كمبيوتر. أليكسي موصل بواي فاي، هو يحب بغلي كلام آسي كوبين إلى زملائه. يوجد أيضا كالندرير نتيجة ومقص ومشغل موسيقى. أليكس يحب سماع الأغنيات الكلاسيكية. في هذا النص نصف إن شامبر حجرة. أليكس يحب التواصل على الإنترنت. في حجرة أليكس يوجد سريرين، كمبيوترين، مكتب. في مكتب. أليكس يكون سوسيابل. تين دي كان تتوضح لزوجي الأشياء اللي في المعلمة، ماذا أنت تقول؟ هتقول له يوجد استيلو أقلام وأنا عندي جم ممحاة الأخيرة. تيصلي أنت تحيي مدرسك بتاع الفرنساوي في الصباح، أنت هتقول له بون جورني نهار سعيد، وبون جورني هي هي نهار سعيد. تريد من تطلب من مدرسك صنم اسمه، انت هتقول كمون فو فو زابلي ما اسم حضرتك، وجمابيل بيير انا اسمي بيير وحضرتك. تباغ لن تتكلم عن كواليتي مميزاتك، مميزات زميلك، انت هتقول انه سوريان بشوش، انه سوسيابل اجتماعي. ايه التوكيد بتاع الجو؟ قال لك موا ميكو بين زميلاتي، الزميلات جمع مؤنث، يكون ناصر صرات اللي اخرها واس. كولير الوان، الوان جمع مؤنث اخد التلت. انت إلى مدرس الرياضيات أنت تقدم نفسك بتوتي بغزنتي.
نقط كارير كراسات، نحن عندنا كراسات اكسرسيز اخد افو لوك اي بيير يلوك وبيير دو الجامعة تاخد جويل لنهايتها او نتي من انيفرسير عيد ميلادي انه 15 مايو تاريخ كامل اخد اللي هو وتي ابيت اين تسكن؟ هقول له جابيت انا اسكن اليكس في الاسكندرية. ما تكون شخصيتك؟ حاول جي سوي سوسيابل. ماذا تحب في المدرسة؟ حاول جي ايم انا احب لو فرنسي الفرنسا. طبعا في البداية بنكتب كلمة شاو او سالو وفي النهاية اوريفوار. صف حقيبة الزهرة هتقول له جي انا عندي ان ساكادو حقيبة زهرة إلي كولوري إنها ملونة، إلي كروند إنها كبيرة، إلي يوجد دي ليفر كتب، دي كاير كراسات، إي إن بتت توس معلمة صغيرة روج حمراء. الامتحان الرابع من ريمي إلى فريدة مي واسي بتقدم نفسها. سألوا فريدة أهلا يا فريدة، جي سوي أن لسيان أنا طالبة فرنسية ثانوية، أنا أسكن في مارسيليا مع أسرتي مي برانس والدي مون جراند فرير أخي الكبير إيما بتيسيه وأختي الصغيرة. بالأسرة ثلاثة وهي بأربعة، هم كده ثلاثة والأسرة أب والأم بخمس. في المدرسة يوجد مدرسين رائعين وتلاميذ دوس لطفاء أو لطيفات. جان أمين عندي صديقة في المدرسة إنها سوريانت بشوشة وخدوم، هي اسمها ماريون، هي تكون ذكية ورياضية. ده ريمين لأنت. في الأسرة بتاعت ريمين يوجد احنا قلنا 5 أشخاص. سانك بصون. ماريون تحب، هي قالت الكلام كثيرا، مساعدة الناس، تعال ندور على الصفاتين بتوعها. طيب أنا أحب، أنا عندي صديقة في المدرسة بتكلم عن ماريون، هي تكون انتليجنت وسبورتيف. ماريون تحب الكلام كثيرا، مساعدة الناس، أكل كثيرا، مشاهدة التلفزيون. هي سيرفيابل خدومة بمساعدة الناس. ريمي وماريون يكونوا، ريمي اللي كاتبه وماريون زميلتها في المدرسه كوبين دوكلاس. ريمي عندها اخ واخت، هي قالت مون جراند فرير اخ الكبير، ما بتسير اخت الصغيره، يبقى مين بتتسير اخت صغيره. سير لا شات على الشات. الان بيقول لي سمير، بيقول له سالو سلام جمابيل، انا اسمي الان عندي 15 سنه. اتوا وانت؟ قال له انا سمير، انا اتولدت في القاهره لكن جابت انا اسكن في طنطا. ايت واو انت؟ انا اسكن في باريس لكن جي سويني، انا اتولدت في مارسيليا. انشانتي سمير، تشرفت يا سمير. قال له تشرفت. الان ساله قال له انت تحب الفرنساوي؟ قال له بيان سير بالتاكيد. جي ام اس سي، احب ايضا الانشطه اليدويه. ف قال له انا العب تنس وانت؟ قال له كل اسبوع. بريفيرتي اي رياضه تفضل؟ قال له جو ريجارد للماس، انا اشاهد الرياضيات. نو ماتش، انا اشاهد لو ماتش مباريات كره القدم. الاتي لي في التلفزيون لكن انا العب سله. سمير يمارس، احنا قلنا سله. الان يسكن في باريس. سمير يحب انجليزي الفرنساوي الرسم الجودو. تعال نشوف سمير. قال انا احب ايضا الانشطة اليدوية الفرنساوي الانشطة اليدوية، يبقى اخد الفرنساوي. سمير والان يكونوا سيبك وبين زملاء النت. طب اوفيسيل مدرسك تي ديماند، يطلب منك تنضم اسمك. ماذا هو يقول؟ كومونتي طابيل، لما اسمك ادي واحد كليت النوم، ما اسمك ادي اتنين. تي ديكري، انت تصف
لكاركتيرية شخصية زميلك الخجول، ماذا أنت تقول؟ هتقول هو لا يتكلم الناس، وهتقول هو لا يكون اجتماعي. مدرسك كواتي ترك الفصل، هو هيقول أوريفوار إلى اللقاء، آدومان إلى الغد. تنمي زميلك تيدي مان طلب منك ميولك الرياضية، ماذا أنت تقول؟ هتقول جي إم لو باسكت وحب السلة، جو بغفير لو تنس وفضل التنس. إنها شمبر حجرة تري الحجرة مؤنث تري رانجي التالتة. أليس إموا أليس وأنا تساوي الضمير نحن، أخذ أفو الأخرانية. التلاميذ عندهم 6 حصص، عايز فيرب أفوار يملك أو عنده، أخذ أونت التانية. من فازين جيراني أو جاراتي يكون سم، تمشي جمع مذكر وجمع مؤنث. يعني إيه بقى؟ أنا لا أحب الموسيقى، الموسيقى مؤنث، أخذ لا عشان أفعال التفضيل بتاخد معرفة. أنت اتولدت، قال له يوم 12 مارس، يبقى أنت اتولدت متى؟ كون. عيد ميلادي إنه تاريخ كامل، التاريخ الكامل آخد إلو. ما اسم جارك؟ ما ميول المدرسية؟ ما عمره خدناها؟ صف مقلمتك، تعال ناخد وصف المقلمة بالمرة عشان بكتبنا كل الموضوعات. هقول له جي إن تغوص، أنا عندي مقلمة وحقيبة زهر. إليه هي تكون روج حمراء، اللي يوجد ان ستيلو قلم، اي ان كريو قلم رصاص، مي لكن النيابة لا يوجد عشان هو طالبها، دي جم ممحى، اي مو سكدو حقيبة الظهر، إلي جروند إنها كبيرة، إليا يوجد دو ليفر كتب، إي دي كايي وكراسات. الحاجة الخامس بيقول لي من ماريا إلى نيكولا كيسكو سي ما هذا؟ قالت له إنه هدية لعيد ميلاد أم فازينجار. قال جارك ما إيه؟ ما اسمه؟ قالت له اسمه فرانسوا بيه. إنه مونكو بن زميل كرة قدم، إنه أيضا زميل كرة قدم. متى هو تولد؟ تولد 10 يوليو في مدينة نيس، لكن هو يسكن الآن في باريس. أتلا لا مو أوسي، أنا أيضا أنا تولدت في شهر يوليو في مارسيليا. عيد ميلادي إنه 24. ده نيكولا اللي بيقول أنا تولدت في بوردو. مين بيحتفل بعيد ميلاده يوم 24؟ ده نيكولا. ماريا اتولدت، هندور على ماريا اهي، اتولدت في شهر يوليو بس في مدينة مارسيليا. نيكولا وفرانسوا يكونوا نيكولا وفرانسوا زملاء كرة قدم وجيران، دي فوازين. فرانسوا اتولد، تعال ندور على فرانسوا، اسمه فرانسوا. متى اتولد؟ اتولد 10 يوليو، 10 يوليو يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو، ب10/7 اخد رقم ب. مسيو اليكس، السيد اليكس بيقول جابت انا اسكن في اليوم، وعندي انا عندي كثير من الصديقات، اقدم لكم مانو فيلكو بين زميلتي الجديدة اسمها جونيت، هي عندها 16 سنة مثلي، يبقى زيه نفس القصة. إنها أنكو بين زميل التنس وإن فازين وجارة، هي تكون بشوشة واجتماعية، هي تحب كل الزميلات في المدرسة، هي تحب الأنشطة اليدوية والرسم، هي تكره حصة الموسيقى. فوتغي ليف، تلميذتك زوي، يبقى مسيو أليكس ده مدرس. زوي تصف، تكتب هذا الإيميل إلى سوم بروفيسير مدرس.
جوليت او جانيت عندها، تعال ندور على جانيت. انا عندي زميلة اسمها جانيت عندها 16 سنة، يبقى سيزان. جانيت تحب الحصول على اصدقاء، زيو وجانيت يكونوا جيران. بور ايدنتيفيه لكي تحدد هوية شخص، ماذا انت تقول؟ هتقول انها جارتي ادي واحد، امشي لحد ما الاقي عاقل، انه صديقي ادي اتنين. تدكري انت تصف مألمتك، ماذا انت تقول؟ هتقول انها صغيرة ادي واحد، وانها من اللون الوردي ادي اتنين. ام تطلب من زميلك لاكولير لون مألمته، ماذا انت تقول؟ هتقول له اللي دي كل كولير، انها من اي لون؟ ممكن اقول له لا تغوص بلو اوغوز، المعلمة تكون بلو زرقاء او وردي. تيدمان تطلب من زميلك صادات تاريخ ميلاده، ماذا هو يقول؟ انا تولدت 12 مايو. ممكن اقول عيد ميلادي انه 10 ابريل. هي تكون نقط، قال لك ايه خجولة، يبقى كيف هي تكون كومو. كومبيان بيجي وراها يا اما دي او يا دي ابوصرف اخو دي او. كم من الكتب؟ انا ليس عندي ده نفي، في حالة النفي باخد دي او او دي ابوصرف، ما عدا فعل اتر، وده مش فعل اتر باخد دي او. اليكس وانا نحن نكون اتولدنا جمع مذكر، باخد التالتة. انا عندي مقلمة، المقلمة جمع مؤنث، اخد مارون عشان بتمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. جوليان يجد تولك غيول برايا، اخد نزليف التلاميذ عندهم كراسات، اخد انت. نو متى عيد ميلادك؟ اي رياضة تمارس؟ خدناها قبل كده. تعال نخش على الموضوع اللي بعده، تكلم عن حجرتك في 5 جمل مرتبة وكمبيوتر. هقول له جي انا عندي ان جراند شامبر، حجرة كبيرة. اليران جي انها مرتبة. الي ان روج انها مدهونة باللون الاحمر. اليا يوجد ام بيروم مكتب. سيو ليبو على المكتب. اليا يوجد ان اورديناتير. جي ام انا احب ما شامبر حجرتي. جمل سهلة وبسيطة تديك الدرجة. الامتحان السادس بيقول لي جوموبيل انا اسمي اليس روبرت مون، انيفرسير عيد ميلادي 16 مارس 16/3. جي ايه انا احب دانسير الرقص على موسيقى الراب، انا احب جدا الشوكولاتة، انا اكون سويان بشوش ولكن جومو شرير. ده البت اللي بتقول ده أليس شرها. مو أنا إنه جون، أنا اتولدت 30/7 1999. أنا أشاهد التلفزيون، أنا أكره الثورة البرازيلية، أنا أكون ذكي لكن بفار صرصار. في هذا النص مين اللي بيقدم نفسه؟ واد وبنت. جون اتولد فيه، هو قال 30/7. أليس تحب، تعال نشوفه. أليس بتحب موسيقى الراب والشوكولاتة، مشاهدة الأساور البرازيلية، الكلام كثيرا، أكل كثيرا، طبعا هي شرهة. جون لا يحب إطلاقا، هو قال أنا أكره الأساور البرازيلية. من ماريون إلى السيدة زوي، بتقول لها بونجور تونت زوي، صباح الخير يا عمتي زوي. سوزان هي سي سوزان هنا، قالت لها نعم ادخلي انها في حجرتها. قالت لها سوزان تشمر حجرتك لا تكون مرتبة. على المكتب اللي يوجد اوردناتير كمبيوتر وكتب وتوب دوبانتير انبوب رسم وسر لاقلام تحديد. ما هذا؟ قالت لها انها المضرب بتاع اخي جوليان. نسمع هذا الحوار عند
صباح الخير عيد سوزان اي سي عند سوزان. سوزان تكون دي زغدني غير منظمة. سوزان تحب كثيرا لا بانتير الرسم عشان عندها أنبوب رسم. جوليان بيلعب التنس الأخير. تيدي كريان تصف تشمر حريتك، ماذا أنت تقول؟ أتولي ليه رانجي إنها مرتبة، إليه غاند إنها كبيرة. تيدي مان تطلب من زميلك سي كاركتري شخصيته، ماذا هو يقول؟ هيقول لك جي سوي نيرفو أنا عصبي، وجي سوي تيميد أنا خجول. أنت تطلب من زميلك لا إير ساعة الحفلة، ماذا أنت تقول؟ كون دي لفت متى تكون الحفلة، والحفلة تكون في أي ساعة. توي بارلا تتكلم عن ميولك، ماذا أنت تقول؟ جي إيم لا موزيك أحب الموسيقى، جيبل فير لا بانتير أفضل الرسم. لو دوفي البنتين دول جمع مؤنث، أخذ جميل للأخرانية آخر هواس توأمتين. أنا أقدم نفسي يبقى جيمي بوزنتي. إنه الصور بتاعتهم الصور مذكر أخد لو. تيكو بين زملائك كل أكتيفيتي الزملاء بيساووا الضمير اللي بتاعت الجمع يحبون الأولانية اللي هي تاونتي. منى تكون اتولدت، ده بنت تاخد نهايتها 2 أو. أنا ليس عندي جم ممحاة، ده أنا في أخد دي أو. أنت تكون أو أنت تولدت، قال له في باريس يبقى أين تولدت؟ ماذا عندك في المقلمة؟ أي لون لسه واخدينها؟ قدم مدرسك خدناها في بداية الورق. امتحان السبع بيقول لي ديفون لونسي أمام المدرسة ليه بيقول ضمها كلاس في فصلي اللي هي يوجد 32 تلميذ و16 مقعد. توم قال له انت عندك كم من الكراسات الفرنساوي؟ قال له جي انا عندي 2، ان كيير كراسة فصل واخرى بتاعت اكسرسيز. قال له كليتون بروفيسور ايديال ما يكون مدرسك المثالي؟ قال له بالتأكيد الفرنساوي، مدرس الفرنساوي مسيو بيير انه سوريانت وجنتل بشوش وقت ايه ولطيف. انت تحب قراءة كتب؟ قال له نعم جي ادوغ، انا اعشق ايضا الانترنت. ده الكلاس في الفصل يوجد كم تلميذ؟ هو قال 32 ترونت دو. المدرس بتاع الفرنساوي يكون سوريان بشوش. ليو يحب تعال ندور على ليو، انا اعشق الانترنت يبقى سيرفيس الانترنت تتصفح على الانترنت. في سونسك في حقيبة توم عنده ايه بور الفرنسي دو كيير صح؟ ان كيير ديكسرسيس كراسة التمارين، كراسة التمارين دو ليفر لا، دو كيير دو كلاس لا، تغوا كيير لا. سلو كاملية على الكاملية، صافا كيف حالك؟ جيتي بريزنتي أقدم لك 5 من زملائي. فيرو زميل فصل، إنه يحب الكتب والمجلات. سلايمي إنه زميل جودو، يحب كثيرا، عنده كثير من الأصدقاء ولطيف. لارا تكون زميلة نت، هي ترسم. سيكو بين زميلتها إلسون تسمب إنهم رائعات. أليكس إنه جاري في الحي، حجرته تكون بيان رانجي مرتبة. أمن دين زميلة، هي تحب الموسيقى وتكره الإلكتير القراءة. ده سيسيليا اللي كان في هذا النص. سيسيليا تقدم تكلمت عن زملائها. أليكس يحب كثيرا قراءة الكتب والتواصل على الإنترنت ولا ترتيب حجرته، قالت إنه مرتب باخد ترتيب حجرته. سليمان تكون تعال ندور على سليمان. سليمان تكون عندها كثير من الأصدقاء يبقى سوسيال. أليكس وسيسيليا، أليكس إنه جار في الحي يبقى ديف وزين جيران. تي براندر كونجر تتودع زملائك، ماذا أنت تقول؟ هتقول لهم أو ريفوار، متنفعش عشان زملاء، هقول لهم شاو وأقول لهم أبلو. تنمي زميلك تي دي ماندي يطلب منك سي إيكوا، إنه ماذا أنت تقول؟
شيء غير عاقل، يبقى فوتغ قلم سبورة وتغوص مقلمة، هما دول اللي ينفعوا. يبقى أغلى نتكلم عن مشروعاتك في الأشياء اللي موجودة في حقيبة الزهر. ماذا أنت تقول؟ هتقول اليا دو ليف يوجد كتب، واليا أو اليا أنت غوص يوجد مقلمة. لشان مرضيتونا مي حجرة زميلك تكون في فوضى. ماذا أنت تقول؟ هتقول إنه غير منظم، وهتقول هو لا يكون، هي لا تكون منظمة. جي ادي رجل، انا عندي رجل مسطرات جمع مؤنث. كلمة اورانج تمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. نحن نقعد حقائب ظهر، نحن عندنا نوزافو. الان وتوم، الان وتوم جمع يسكنون لهيتا ونتي. انه توب دوب دي كول، انبوب لاصق مذكر اخد ان. تسكن انت قال له 30 شهر الاوبرا باخد اين. عيد ميلادك انه نقط، يبقى عيد ميلادك انه متى، اخد كونت. بولين ليس عنده، ده نافي في حالة النفي، باخد يا اما دي او يا دي ابوستروف اخد دي او. ما اسمك، ما عمرك، خدناه. تكلم عن حجرتك لسه واخدينها. احنا التامن بيقول صباح الخير كل الناس، انا اقدم لكم منامي صديقتي الفرنسية زوي. هي اتولدت 15/10 في باريس في اكتوبر يعني. هي تكون بشوشة لكنها دي زغدني غير منظمة. أنا منى بنت مصرية، أنا عندي 15 سنة ونصف. أنا اتولدت 13 ديسمبر في طنطا. من ضوء أثناء أوقات الفراغ أنا أحب الذهاب إلى السينما أو السيرك. أنا أكره المسرح. أنا لا أحب إطلاق ألعاب الفيديو. منى لا تحب المسرح. زوي تكون، هي قالت إنها بشوشة لكنها غير منظمة، دي زغدني. لجو فيديو، لعاب الفيديو تكون سيئة بالنسبة لمنى، بتكرهها. زوي اتولدت في، اتولدت في 15/10 يبقى في أكتوبر. المدرس بيقول لي ليا كيسكو فو زامي، ماذا تحب وتكرهي وتكرهه. ورد عليه شوية طلبة، قال له أنا صرصار، أنا أحب التنس، أنا أكره الرقص. دنيا الآن، أنا أحب كرة القدم لكن أنا لا أحب الموسيقى. جون قال أنا أحب السلة لكن أنا أكره الرياضيات. ألان قال جادوغ لا موسيقى، أحب الموسيقى لكن جيني إيم بالو فوتبول، لا أحب كرة القدم، أنا أحب مولوسي مدرستي. نسمع الحوار أكيد في المدرسة ضل كلاس. ليه تحب التنس؟ تلعب سلة، الرقص، الموسيقى، تتكلم كثيرا. هي قالت صرصار يبقى تتكلم كثير. ألان لا يحب إطلاقا، قال أنا لا أحب كرة القدم. إنه بحث على ميول التلاميذ الأولاني. تدمان تطلب من زميلك عمره، ماذا أنت تقول؟ هقول له كليتون آج، أو أنا عندي 16 سنة وأنت، أنا عندي 16 سنة وأنت، ده سؤال. وكلا جاتي، ما عمرك قد التاني. تبقى أغلى نتكلم عن زميلك الذي لا يحب النظام، ماذا أنت تقول؟ هتقول حجرته تكون في فوضى، دي واحد. هو يكون ديزوردني غير منظم، قد اتنين. توم فرير أخوك وأنت عندهم 16 سنة، ماذا أنت تقول؟ هتقول نحن توأمين، وهتقول نحن تولدنا في نفس اليوم. تيدمان أن تطلب من زميلك سندرس عنوانه، أنت اللي هتقول له أين تسكن. أدي واحد، أدور لحد ما ألاقي عنوان. كليتون أدرس ما يكون عنوانك. الزميلات بتحتهم، الزميلات جمع مؤنث، أخد جنتل نهيتها وبس. بنيوت وليا دول جامع، تاخد الغردية اللي هيتها او نتي، يشاهدون التلفزيون. انه صديق يبقى من هذا على طول. ايميلي تحب الرسم، اخد لا. نوني امبا نحن ليس عندنا، ده نفي، اخد دي او الاخرانية. علي وانا نحن نصوم بفاغ، نحن نكون سرسارين. انا عندي اساور جمع مذكر، اخد برازيليان التانية. ما اسمك؟
ما اسم اختك؟ ما تقولي قدمت الاخت قبل كده وقدمت المدرس قبل كده. امتحان التاسع، من ليو الى زوي انت تكوني في اي سنة؟ قالت له انا اكون في السنة الاولى. قال لها انا اكون في السنة التانية. انت تحبي ماذا في المدرسة؟ قالت له الفسحة. انا اعشق ايضا حصة التربية البدنية. قال لها انا احب الفرنساوي والرياضيات. انا اكره الرياضيات والعلوم. قال لها انا لا احب العلوم مثلك. ليو وزوي يكونوا أصدقاء في المدرسة. زوي لا تحب إطلاقا الرياضيات. ليو إيه أون يكون في ليو في سنة تانية دوزيام مني. ليو يكره وما يحبش العلوم. سلو سلام جمابيل، أنا اسمي سارة، أنا اتولدت في مارس في 1978. انا عندي بنتين، لا جراند الكبيره اسمها جيسكا والصغيره اسمها فرانسواز. انا عندي ايضا ولد صغير اسمه ادريان، هو يكون اتولد في اول يوم في السنه 2009. هو يكون خجول. فرانسوا تكون اجتماعيه وبشوشه، جيسكا ايضا لكن هي تكون صرصاره. زوجي ادجار يكون مدرس رياضيات. في هذا النص سارة تقدم صفمي أسرتها. مدام سارة عندها هي قالت بنتين ولد، يبقى دوفي أنفس. بغلي بيكون مين بتتكلم كثيرا؟ ده جيسيكا. أدريان اتولد واحد واحد. أنت تطلب من زميلك ساكولير لونه المفضل، ماذا أنت تقول؟ هتقول له كل كولير تبري فيه أي لون تفضل، وتقول له جي ام لو فيغ انا احب الاخضر. وانت تريد ان تطلب من زميلك تحديد هويه شيء، ماذا انت تقول؟ هتقول له كاسكو سي ما هذا، وسيك وما هذا. تقول من زميلك تريد ان يطلب منك لو نمبر عدد كايو اقلام في المقلمه، ماذا انت تقول؟ هتقول له انا عندي توا كايو، عايز كايو وجياك كات دو سانك، عشان كلمة كايو هي اللي متحكمة في الجملة. تدمان تطلب من زميلك سادات دي رنسانس تاريخ ميلاده، ماذا أنت تقول؟ هتقول له عيد ميلادك إنه متى دي واحد، وتي إيني متى أنت تولدت دي اتنين. علي وسامي دول جامعة تاخد نهاية ونتي. إنه نقط، قال له إنه فوت قلم صبورة، يبقى عايز ماذا؟ لغير العاقل أخذ قوة. ماريون عندها كرايون وقلم كولير ألوان، أخذ آن الأولاني. تي باغل أنت تتكلم أي لغة؟ اللغة المؤنثة، أخذ كل التاني. ماريون تكوى نقط، تديني فو إتوا الأولاني. اللي في البنات دي شات قطط، يبقى عندهم اخذ الاولاني. فريدة تكون اردني منظمة، اخذ التانية. اي مادة تحب؟ اي رياضة تفضل؟ احنا خدنا تقديم النفس، وخدنا برضو وصف اربعة من زملائك الفرنسيين، صف زمايلك احنا خدناه. الامتحان العاشر، من زينة الى سارة بتقول لها صباح الخير، انت جديدة في المدرسة، في اي فصل تكوني؟ قالت لها نعم انا في أول ما بريمير، أني أول سنة لي في المدرسة لكني في سنة تانية. قالت لها تشرفت، ماذا أنت تحب في المدرسة؟ قالت لها أنا أحب الفرنساوي والإنجليزي والعربي، أنا لا أحب الرياضيات. زينة قالت لها أنا أعشق الرسم والأنشطة اليدوية، أنا أكره لتغوال ونج الثلاث لغات. سارة تكون في سنة تانية. زينة لا تحب إطلاقا للونج اللغات. سارة تتكلم جيدا، هي قالت فرنساوي وانجليزي وعربي طلوع لونج. سارة وزينة يكونوا كوبين أصدقاء في المدرسة. سلو سلام، وأنا إنه تيو لوبلانك، اسم تيو لوبلانك. أنا عندي 15 سنة. أنا عندي زميل مصري، هو اسمه رامي، هو يكون دان ما كلاس في فصلي.
في المدرسة هو يحب الأبيض والأسود والسلة، هو لا يحب إطلاقا الإنجليزي مثلي، نحن نتواصل على الإنترنت. طيب في هذا النص تيو سوبر زنتي يقدم نفسه، أنا عندي 15 سنة، أنا عندي زميل مصري، ويقدم زميله يبقى رقم سي. رامي يكره، هو لا يحب إطلاقا الإنجليز. تيو عنده 15 سنة، كانز. تيو وإيه ورامي يكونوا زملاء فصل، أنا عندي زميل مصري، هو إيه هما زملاء نت، زميل تنس، جيران، إخوات، هو يكون في فصل يبقى زملاء فصل. تنمي زميلك تيدمان يطلب منك عمرك، عمر زميلك، ماذا أنت تقول؟ هتقول هو عمر زميلك ده مذكر، هقوله هو عنده 15 سنة وعمره 16 سنة. تيدمان تطلب من زميلك وصف شخصية جارك، ماذا أنت تقول؟ أنت تطلب من زميلك وصف شخصية جارك، ماذا أنت تقول؟ أنت اللي هتقول. ما تكون شخصية جارك قد واحد، وكيف يكون جارك قد اثنين؟ بورد كري لكي تصف حقيبة الزهر، ماذا أنت تقول؟ حقيبة مذكر إلي جروند إلي كروي، إنها كبيرة وملونة. طبعا الصفتين سوسيابل وباتيون دي خاصة بالبني آدم مش بشيء. زميلك تي ديماند يطلب منك لو نمبر عدد شهور السنة، ماذا أنت تقول؟ زميلك يطلب منك عدد شهور السنة، ماذا أنت تقول؟ هترد عليه هتقول له مفروض زميلك يطلب منك عدد شهور السنة، ماذا أنت تقول؟ يبقى إجابة من السؤال. كم من الشهور توجد في السنة لواحد؟ ما يكون عدد شهور السنة لاثنين؟ المفروض دي تتشال وتحط هو يقول. علي وسامي يكونوا جمو توأمين، التو معاها أنت تقدم نفسك يبقى أخذ الأولاني. إيميلي تحب لا بنتيغ الرسم مؤنث أخذ لا. أنت تولدت؟ قال له في باريس. أين؟ إنها منى زميلة زميلة باتيون صبورة الأخيرة. وزافي ما عمرك باخد افي التالت. مدام حضرتك اتولدتي، المدام مؤنث اخد ني التانية. انت تولد متى؟ انت تولد ماذا تحب في المدرسة؟ ما عمرك حول له جي سويني. انا تولد هنكتبها وخلاص. لو 15 مارس، ماذا تحب في المدرسة؟ حول له جي ام. لو فرنسي، احب الفرنساوي. ما عمرك؟ هقول له جي انا عندي 16 سنة. قدم ابوك الى زملائك، هقول له مبير ابي صابر علي، اسمه علي، هو عنده 50 سنة، هو يكون سوسيابل، هو ايم يحب لير القراءة إيفير وممارسة دو تنس. ادي اللي قدمت الاب. الحمد لله رب العالمين، خلصت لكم التعديلات اللي نزلتها كتاب مرسي حسب الامتحان الترم الاول اللي جاي، خلصتها كلها على خير. اهتم بالحصتين دول، ان حصه فيها كتابه الموضوعات والحصه الثانيه فيها حل امتحانات زي النماذج اللي جايه. انتظروني في اكبر حصه مراجعه لسنه اولى ان شاء الله الأسبوع الجاي، مراجعة ليلة الامتحان إن شاء الله تستفاد بها جدا، تيجي لك منها كتير جدا في الامتحان، عبارة عن تلخيص لكتاب المدرسة بأسئلة وملحوظات. أشوفكم بخير يا رب، إذا كان في العمر بقية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.